عم بيلمع بتقوله بس الواقع عاطل. انا برايي احنا لازم نغير الواقع. اذا اليوم في يبدو انه انفجار دكتور حنين بالمحيط، سمعنا انفجار الان و يهرعون الى مكانه. جدار صوت او انفجار لا نعلم بعد، ولكن دوي قوي سمعناه في هذه الاثناء. يبدو انه طيران الاسرائيلي، لا نعرف دكتور حنين، بس يعني صرنا اقل صوت نسمعه من خاف كثير. على اي حال، فاصل قصير ونعود لمتابعة الحلقة.